وي طلقت طلاق حلال، افغادو الحلال عند الله الطلاق. شكون اللي ولد الدري؟ شكون اللي ضرب تمارة على هاد الدري؟ شكون اللي مني كان كيكون مريض كيسهر الليالي حداه؟ شكون خسرتي وقتك مشيتي ضربتيها بزويجة؟ هذاك ولدي انسان فاش كيسالي كيسالي واحد العشرة وكل واحد كيمشي فحالو. هذا ما يعطينا اتساع، يعني هو انا وابتسام ما عندنا حتى شي مشكل. لا داعي انك تمشي وتنشر الغسيل ديالك ولا تهضر في انسان خايب ولا هذا. السلام عليكم، كيف الحال؟ أسماء العروسي رغم المحاولات ديالها العديدة أنها تخدع الخلافات ديالها والمشاكل الكبيرة اللي عندها مع الزوج ديالها عبد الواحد مجاهد، إلا أنها فشلت والعلاقة ديالهم وصلت لواحد الباب اللي هو مشدود. فهداك مكتب وما كاينش شي 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 حد كيجي باش كياخد قرار غير هكذاك. يعني انتهت العشرة وصافي، انتهت العشرة، ربي كتب اشنو كاين، فكل واحد الله يسهل عليه في الطريق ديالو. فللأسف الصبر ديالها نفد وما بقى لها غير حل واحد، انها تنفصل عنه وبسرعة. لا ولكن ماشي مشكل، ما عمرنا كنفقدوا الثقه في الحياه، لان هضر على اللي قريب وكتجيك من عنده الدقه كتجي صعيبه بزاف. فهي قررت تطلق وبغات كذلك الطلاق ديالها يكون بهدوء وفضلت ان تا واحد ما يعرف، الا ان للاسف تا شي حاجه ما كتخبع في هاد البلاد هذا. فهي صبرت بما فيه الكفايه، كانت كتعرض للعنف وما كتقول لتا شي واحد. حيت هاد النقطه حساسه بزاف عندي، لان نقدر نقول لك باقي ناقل، يعني جوني ضربات متتاليه. والطليق ديالها اللي كان الزوج ديالها قد ما هي ظريفه قد ما كيزيد يعنف فيها وكيزيد يقلل عليها الاحترام. دير النية، ولكن ماشي انا انسانة اللي يقدر يستبلدني شي حد. نقدر نعطي نيتي وي وكنشوفك ونعرفك كتضحك عليا وكدير هذاك الشيء كامل وكنتبعك وكنعرفك، فهمتي؟ وابخي عاد كنقول لك السلام عليكم، فهمتي؟ يعني ماشي كنخلي هذيك النية باش كنشوف شنو كاين وشنو واقع ومع من انا. نقدر نقول لك باقي ناقل، يعني جوني ضربات متتاليه. انا انسانه كنقدر، ماشي كنشكر راسي بصح، ولكن كنهضر من كل قلبي، ولكن مالوغوزمون في هذا الوقت بزاف ديال الحوايج تبدلوا. أسماء العروسي ما كانتش كترضى من الناس وما كانتش كترضى تخرج هادشي للعلن، لأنه أصلا ما كيهموهاش الناس. ثانيا إذا كان تا واحد غادي يتعاطف معاك فبزاف غادي يتشفوها ويبغيوها تطيح. فهي صبرت بما فيه الكفاية وخرجت من هاد التزويجة بواحد الوليد ما شاء الله ربي يحفظه لو يبارك له فيه. وجود ديالو هو كل شيء، هو الحياة كلها. ما غاديش نقدر نقول لك ان الارتباط ديالي بيه كبير 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 بزاف، لدرجه انني كنسالي خدمه كنسالي اي حاجه فامبوسيبل تلقيني على برا، خصني نكون معاه، خصني يكون حداه، يكفي يبقى غير يلعب حدايا نشوفو كيتمشى. هذيك هي الحياه وما فيها، فهما واحد النعمه الكبيره اللي كنتمنى من الله، يعني اي انسان ما يتحرمش منها. فكنبغيه بزاف، كنبغيه بزاف يوزاري. وعاد الفنانة ديالنا الكبيرة راها قدة وقدود، ما عرفتش انا شنو السبب اللي غادي يخليها تعيش متعنفة او لا تصبر على شي حاجة هي ماشي بالقدرة ديالها. ان شاء الله غادي تخرج منها وتربي ولدة احسن تربية، والله سبحانه وتعالى يخلف لها محسن منه. تل هنا كنوصل لاخر الفيديو، كنشكركم على الاستماع والسلام عليكم.